21 ملف لوكلاء السيارات من أصل 65 تم قبولها مع تسجيل بعض التحفظات بعد دراستها وتسجيل تقدم 4 وكلاء بالطعن لدى وزارة الصناعة، ما كشفت عنه اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ملفات وكلاء السيارات المرشحين لنيل اعتماد الاستيراد. رفض اللجنة لباقي الملفات كان بسبب عدم تطابق الوثائق المودعة مع ما هو مطلوب في دفتر الشروط. مصادر الشروق نيوز كشفت أن انطلاق عمليات استيراد السيارات ستكون خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة. وكلاء إن شاء الله إذا كان داو الاعتماد رايحين يوفروا سيارات ذات جودة مليحة بأسعار مقبولة جدا. أنا راني في اتصال دائم معهم وعلى بالي بلي ناس مخلصين منهم يحبوا يعني المهنة نتاعهم وراهم مستعدين باش يوفروا سيارات بجودة على كل حال تخضع لشروط دفتر الشروط نتاع الدولة الجزائرية وبأسعار في متناول الأغلبية نتاع الجزائر. كما كشفت ذات المصادر عن تقدم وكلاء السيارات بملفات استيراد علامات أوروبية وآسيوية كبرى، إلا أن اللجنة التقنية المكلفة بدراسة الملفات سجلت مخالفات ترتبط إما بوثائق ناقصة على غرار سجل العقار وتراخيص البناء أو العقود المبرمة مع المصنع في الخارج، إضافة إلى نقائص على مستوى قاعات العرض. قطاع فيه أرباح كبيرة، لهذا اليوم هذه اللجنة ترفض في الملفات من أجل السعر، خاصة لأن المواطن يريد سيارة سعر معقول وليس كما كان يباع بأربعة أضعاف، كانوا يبيعوا سيارة بأربعة أضعاف سعر تاعها. لهذا اليوم اللجنة هذه راح تضبط خاصة من جانب السعر ومن جانب الجودة. ملف استيراد السيارات أكثر الملفات التي أثارت الجدل مؤخرا في طريقه إلى الحلحلة، ليبقى التساؤل حول نوعية وسعر السيارة التي ستعرض على المواطن بعد انتظار طويل.